الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من دوغزانغو إسلام وأفريكا مشاريكي وتبيت يلينك وأنواني النبي القدوة صلى الله عليه وسلم في بيته وحياته. أمتومي أمباي نيروازن جيما كتكن يمبنا ميشاياكي كتوك وزارة يوقف يا مصري سيفان جيما زوتي نزامن زمونغو ملمنزي وواليمونغو أوتي أنا يسيما كتك القرآن تكوفو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حقيقة أم كوشا كجوني نتومي كنت كان نانيني ونيوي يانا مهزنيشا نايكو تابشيني أنا كوهانجيكيني سانا ومؤمني نمبولي نموني هروما نا نينا شهدية كوانبا هبانا مونغو إسبكم يزو مونغو ننشهدو كوانبا هبانا مونغو إسبكم يزو مونغو بكياكي هانا مشريكا ننشهدو كوانبا ونويتو نمتمويتو محمد نمجواكي نمتمواتي إيو ميزو مونغو أو سالي أو سليمو أو باريكي يي فاميليا جماعة ما صحابة زاكي نا أتكاي وفواتك وويمة مباكا سيكو يا مليبو. أما بعد هندوغو زانغو وإسلامو حقيقة ميزو مونغو متكوفو سبحانه وتعالى ألم تشاقوا نا ألم تؤيوا نتومي واكي صلى الله عليه وسلم جويا في أم بفيوتي بس ألي كنجولي وكيفوا أكا إنو دراجة نا أكا نينيولي وأتاج واكي نا أكا نينيولي وأتاج واكي نا أكام بصفة زوت جيمة يو كمليفو كهيف يوم تومي صلى الله عليه وسلم ألي قوة أنتم زوري أنتو alikuwa mtu mkamilifu zaidi katika tabia yake njema. Alikuwa na roho nzuri sana, alikuwa na akili nzuri sana, alikuwa na moyo safi kabisa, alikuwa pia mbora wao katika kutindia na familia na watu wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa innaka la'ala khuluqin azim, na hakika wewe una tabia tukufu. Na atakai tafakari katika tabia ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na atakai tafakari katika maisha ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ataona kwamba yeye alikuwa ndiye ruwaza njema kwa walimwengu wote na kwa wanadamu wote, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حقيقة إن يني من أي رواز جيم كوام تومي ومن زمونجو كوا أنا يمتراج من زمونجو نسيكو يمويشو نا أكم كمبوك من زمونجو سانا كوا هيف يوم تومي صلى الله عليه وسلم انديو مومي مزوري انديو باب مزوري انديو باب مزوري كواني هاسو كواني يسو صلى الله عليه وسلم أكسيما خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حقيقة مبورا وينو ني ألي مبورا كوا فاميليا ياكي نا ميمي ديو مبورا وينو كوا فاميليا يانغو ننزوري سانا كتزامك كوا تبيا زاكي صلى الله عليه وسلم كتيكا نيومبا ياكي ناجينسي alivyokuwa avitenda anatenda mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake, ambapo mkewe Khadija alikuwa anamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam akimsifu akisema kalla wallahi la yukhzika Allahu abada innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawaib al-haq. Habana mzumungu hatakuhizi kamwe, kwani wewe unawawasiliana na jamaa zako, unawasaidia wahitaji, unawaba maskini na unamkarimu mgeni na unamsaidia
أنيبات ونمسيبة. متومي صلى الله عليه وسلم أني كوا ألي كوا أنا هفازي أجانو أجان لك أجان لبيبة عائشة رضي الله عنها بعد كيف تشاكي مفان وهاي نكوان با منام كمزي ألي كوا أنا متنبلي متومي صلى الله عليه وسلم نام تومي ألي كوا أنا مسمامك واكي نأنا مهشي مسانا وكاتهي بيبي عائشة رضي الله عنها ألي مليزم تومي صلى الله عليه وسلم وكوانيني كوانيني كهسو سريا كمشم ولم كهو أنتم صلى الله عليه وسلم أكسيما إنها كانت تأتينا على عهد خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يي وحقيقة يي ألي كوا أنا تكجي وكاتي وخديجة نا أغانو زوري نكتوك إيماني نا ألي كوا أنا سيما جويا بيبي خديجة رضي الله عنها ماما يوا أميني رضي الله عنها ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها منزمونغو صلى سبحانه وتعالى هاكوني بمكم زوري بدالا ياكي اكواني اكيني أميني وكاتي واتو وكيني كفورو أكني صديق وكاتي واتو وكني كذبيشة أكا نفريجك ومالياك وكاتي واتو وكني زوية ملياؤ نمنز منغو سبحانه وتعالى ألي نرزوكم توتو كتوكك واكي بيام توما صلى الله عليه وسلم ألي كوا أني إسايدية فاملية ياكي كتيكا متندو ينيومبا ياكي ألي كوا صلى الله عليه وسلم أنا شونا نقوه زاكي نا أنا شو أنا شونا فياتو فياكي نا ألي كوا أنا فانيا وأنا تشوفانيا وأنا أمني بانياو بيبي عائشة رضي الله عنها ألي أوليزوا جي أمتومي صلى الله عليه وسلم ألي كوا أنا فانيانيني من بانياكي ألي سيما ألي كوا أنا فانيا كناتشو كيفانيا واتو من باياكي نا واتو فاميليا ياكي نا وكاتي وصالة أولي بفيكا ألي كوا أنا توضى أنا كويندا إلي كوصالي بل امتومي ويتو صلى الله عليه وسلم ألي كوا أنا هم يا كوا فريهيشا واتو ونيومبا ياكي نكوا فريهيشا فاميليا ياكي كوا كتنغا كوا كتنغا مدى كوا أجيليا كوكابا مجناؤو مفان وهايو وكاتي وكو انجيا أسيكو ألي كوا أنا متنبيا نبيبي أيشا رضي الله عنها نا وكاتي منجيني ألي كوا أنا زنقم زناي نا بنتي زاكي صلى الله عليه وسلم ولي كوا نا سهيم كبوة يا أفضل واكي نا رحمة ياكي صلى الله عليه وسلم ألي كوا بنتي ياكي فاطمة رضي الله عنها ألي بكوا أكي إنجي جو ياكي صلى الله عليه وسلم ألي كوا أنا مسمامية أكم شيكم كونو أكم بوسو نا أكم كيتيشا مهليني باكي نا صلى الله عليه وسلم ألي بكوا أكي إنجي جو يا بيبي زوية بنتي ياكي ألي كوا بي أنا سمامك واكي أنا مشكية مكونو نا أكم بوسو نا أكم كيتيشا بهليني باكي أم بابو بيبي عيشة رضي الله عنها أنا سيما واكي وامتومي صلى الله عليه وسلم والي كوا بمجناي فاطمة رضي الله عنها ألي كوجا أكي تنبية أكي إندك وامتومي ومنزمونجو ألي بمونا أكيم كاريبيشا نا أكا سيما كاريبو بنتي يانجو كيشا أكم كيتيشا كاريبو ناي نينا سيما كاولو يانجو هي نانينا مومبا منيزمونجو سبحانه وتعالى مسماها وكوايينو نا كوايانجو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وندوغو زانجو وإسلامو تنزنقمزة كتك هتوبيتو يبيلي كهسو تابعي أمتومي صلى الله عليه وسلم بمجنا واتو ونيوم بياكي سفازو تنجيماني زمن يزمونغو مولا مليزي واولي مونغو ووتي نا نينا شهدية كوامبا هبانا مونو اسبكو من يزمونغو هبانا مونغو اسبكو من يزمونغو هانم شريكا هانم شريكا نينا شهدية كوامبا وناميتو نا نتومي ويتو محمد نيمجا نمتومي واكي صلى الله عليه وسلم ايو من يزمونغو او صالي او سليمو او باريكي يي فاميليا جماع نما صحابة زاكي
na atakayewafuata kwa wima mpaka siku ya malipo. Amma ba'du. Ndugu zangu waislamu, Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa babu mbora kwa wajukuu zake, akiwaheshimu, akiwahurumia, na alikuwa mwema pamoja nao. Mfano wa hayo ni kwamba yeye sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoa hutuba, akawaona mabwana wawili Al-Hasan na Al-Husayn radhiyallahu anhuma wakimjia wakiwa wamevaa mashati mekundu, walikuwa wanaanguka kisha wanasimama tena. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwashukia, akawakumbatia na akawachukua naye juu ya mimbari. Na wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwona bwana wetu Al-Husayn anacheza na wavulana wawili barabarani. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha mikono yake na Al-Husayn akaanza kukimbilia haba na bale. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anamchikia yeye mpaka akamchukua akambusu na akasema, Husayn minni wa ana min Husayn, ahabba Allahu man ahabba Husayna. Husayn ni wa mimi na mimi ni wa Husayn. Mwenyezi Mungu anambinda kila anayembinda Husayn. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisali kwa watu, mjukuu wake Bibi Umama radhiyallahu anha alimjia. Basi alikuwa sallallahu alayhi wasallam anambiba mikononi mwake wakati alipokuwa anasimama, na alikuwa anamuika chini wakati alikuwa anasujudu. Bia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamtishiza Zainabu binti ya mkewe Bibi Ummu Salama radhiyallahu anha, akisema wakati wengine, ewe Zainabu, ewe Zuwainabu, mara kwa mara. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunahitaji kumfuata Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika mambo yetu ya maisha yake, kwani yeye alikuwa mwingi wa rehma kwa watu, mkarimu zaidi, msimai kweli zaidi, mwadilifu zaidi na shujaa zaidi. Bila shaka kumwiga na kumfuata Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni moja ya dalili ya upendo wake sallallahu alayhi wasallam, ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema, ikiwa nyinyi mnapenda Mwenyezi Mungu basi nifuatini mimi, Mwenyezi Mungu atakubindeni na atakufutini madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kufuta madhambi na mwenye kurehemu. Ewe Mwenyezi Mungu, utupe uwezo wa kumfuata vizuri mtume wako sallallahu alayhi wasallam, na utupe ufahamu katika dini yetu, ulinde nchi yetu na nchi zingine za walimwengu wote. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.